يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحذر من الذين يرقون الناس وهم يتعاونون مع الجن؟ وهل هذا التحذير من الغيبة إذا ذكرنا اسم ذلك الشخص؟ ما يكفي التحذير، ما يكفي تحذير الناس، يجب أن يبلغ عنهم، يجب أن يبلغ عنهم الهيئات، هيئات الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وزارة الداخلية، وهناك تعليمات لما يعامل به هؤلاء، فيه تعليمات الآن، فلا يكفي أنك تحذر الناس منه، لازم تبلغ عنه من أجل يمنع ويطرد من البلاد إن كان أجنبي. نعم.